واي بني ادم يعني يقدر يبص ويشوف يعرف ان احنا مش ماشيين في الاتجاه الصح. انت خسرت. اولا اين العداله الانتقاليه؟ وده مكتوب عنه في كتاب مجد. العداله الانتقاليه دي هي نقطه البدايه للانطلاق للبلد، وموجوده في خارطه الطريق بالمناسبه 3 يوليو العداله الانتقاليه. ها وجاب وزير من العجائب برضه، جاب وزير بتاع العداله الانتقاليه، فاول حاجه عملها قال الحقيقه انا وزير العداله الانتقاليه، بس مش وقته دلوقتي العداله الانتقاليه خالص.